ما فيش ازمه في حراس في النادي الاهلي، وان الكلام ده كلام مثار في الاعلام ولكن ليس مثارا على الناحيه ما هو دي بقى النقطه اللي ما قلت لك متى نسمي الموضوع ازمه ممكن ومتى نسميه في سياقه يعني عندنا مشكله واضحه جدا. انت شايف ان في مشكله في حراس المرمى؟ في ماتشات في اخطاء ولكن المشكله في الاهلي والزمالك ها ان الخطا عندما يؤدي الى فقد مباراه ما حدش بينساه واخد بالك. فالنهارده انت خرجت من بطولتين ورا بعض باخطاء في حراسه المرمى، وبعدين ولكن وانت بتتكلم بقى على ان في اخطاء، انا عندي وجهه نظر شويه في موضوع حراسه المرمى، ارجو ما يزعلش مني الفنيين فيها. يقول لك ده بيتفلسف، ايه اللي دخله في الحته دي؟ حارس المرمى يجب ان يقيم على حاجتين، الشخصيه والقدرات. بمعنى تاني انك انت معظم تقييم حراس المرمى في مصر على رد الفعل. يعني لما يجي يشوط فيه واحد ويطير يجيبها من المقص بتاع، يا سلام انقاذ رائع، ده تقييم بدني على رد الفعل. لكن الشخصيه اللي هي ايه؟ انا في رايي ان حارس المرمى لازم يكون اجريسيف، عنده شيء من المبادره. من المبادره ان هو فكره يسبق ويبقى ما يستناش يبقى رد فعل، يبقى هو فاعل. فاعل ازاي؟ ان هو اللي بيتحكم في ان الكره تبقى سهله ولا صعبه. النموذج الواضح جدا عشان ابقى بشرح كلامي كان ثابت البطل من هذا النوع. كان ثابت البطل بيشتغل ان هو يبقى هو الفاعل، فما كنتش تلاقيه كتير. طب عشان كده زي ما بقول لحضرتك يعني ثابت او كابتن ثابت طبعا او الناس العظام رحمه الله عليه كل الله يرحمه طبعا كان حراس كويسين عشان كده ما كانش في ازمه. دلوقتي بقى زي ما حضرتك بتقول الفاعل، هو ما فيش فاعل في النادي الاهلي كحارس مرمى؟ لا ما فيش في مصر لحد النهارده الا بالخبرات، يعني يكتسبها مع الوقت بالخبرات، زي كابتن عبد الواحد، زي كابتن ممكن تبقى الناحيه الثانيه اللي هي مساله الرد الفعل بتقل، لكن عنده من الخبرات ما يسهل على نفسه انه يكون فاعل. هل انتوا طب انا عندي تقرير، معلش هطلع التقرير عشان لازم ناخد تقرير. هو تقرير عن اللاعبين المعينين واحمد شكري بالذات، لان احمد شكري ظهر بشكل